معانا أم يوسف الإسكندرية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا فضيلة الشيخ، عندي سؤال بس معلش للإطالة لو طولت، معلش أنا عارفة. ممكن نختصر. تمام حاضر. بص، أنا بقالي 13 سنة متجوزة وعندي 4 أطفال، ومريت بمشكلة مع زوجي. إن زوجي للأسف اتجه للإدمان، هو أكيد كان غصب عنه وكل حاجة، بس أنا والله حاولت معاه كتير جدا، وحاولت وقفت جنبه وحاولت أساعده كتير، ولا أهلي ولا أهله بصي يا وقعت بنتي، في أي بصي يا حاجة. بنتي، الإدمان ما بينفع. إذا الإنسان نفسه ما كانش عايز يمتنع عن هذه المصيبة ما بيمتنعش، فهو لازم يكون هو نفسه عنده هذه الإرادة. عنده إرادة. أنا والله حاولت أساعده كتير وما رضيتش أقول لأهله ولا لأهلي، وعملت السر وعملت معاه كل اللي قدرت عليه. طيب. لمدة 2.5 سنين، وبقى يروح ويرجع تاني، يروح مصحات ويرجع تاني، ووصل معاه لمراحل صعبة جدا بقى في البيت وما شابه يعني. ومع ذلك معاملته كانت معايا في منتهى القسوة والعنف جدا، والإهانة والبهدلة. وآخر حاجة لسه من كام يوم دخلي بقى في ضرب وإهانة وبهدلة، وهعمل وأسوي فيكي، ودخل معايا في عرض وشرف، شرفه هو يعني اتكلم معايا في الحاجات دي. خدت بعضي أنا بقى ورحت لأهلي، فأنا مش عارفة أنا بقى أعمل إيه. أنا غلطانة معاه في حاجة؟ أنا دلوقتي خلاص إن أنا عايزة أنفصل منه، هل أنا دلوقتي غلطانة معاه في حاجة ولا أنا أجاوب على إيه؟ حضرتك، أجاوب على حضرتك. في درجة من درجات الإدمان يا جماعة، المدمن بيبقى خطر على كل اللي حواليه. درجة من درجات الإدمان خطر على الشرف، خطر على الحياة، خطر على الأولاد، خطر على كل حاجة، لأنه هو ساعتها بيبقى فقط السيطرة على نفسه خالص، فبيعمل أعمال في غاية السفة، فممكن يضرب حد ضربة يموته، ممكن ياخد هو بينزع فلوس، بينزع ذهب من إيد حد يجرحه جرح ممكن يخليه ينزف يودي بحياته، ممكن يزق ولد يحصل له حاجة. ففترات في وقت معين بيبقى المدمن خطر، واللي انت قلتيه دوت احنا داخلين في مرحلة الخطر الشديد، انه يبتدي يضرب، وهو ما كانش بيضرب بيبتدي يضرب، ويبتدي ما اعرفش ايه، ويبتدي يستخدم ادوات للضغط تتعلق بالشرف وبالعرض، ممكن المسائل توصل الى مستويات سيئة جدا. وده معناه ان انت لما سبت البيت، انت سبت البيت للحفاظ على حياتك، وعشان كده انت ما عملتيش غلط كده. لو كان الوضع زي ما احنا شايفينه ده دلوقتي، الوضع بهذه الخطورة، فانت بتروحي بيت اهلك عشان تحافظي على امانك. وهو لازم، انا شايف ان هو انت لوحدك مش هتقدري تستحملي التعامل مع هذه المسألة، لازم في حد، لازم اللي حواليه في حد له تأثير عليه، يكون أبوه، يكون أخوه، يكون صديقه، لكن حد لازم يستطيع إن هو يقنعه أن هو يستمر في علاج الإدمان. إلا أنا متصور إن هو ما كانش عنده الإرادة في علاج الإدمان، هو كان بيروح بس عشان يخليكي ما تزعليش، أو أو هو فعلا حريص على الأسرة فبيعمل الكلام ده، لكن هو لازم يتحمل مسؤوليته. لازم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ولازم حد يقول له ان هو كده بيضيع من يعول، وان ضياع من يعول ده هيبقى في قلبه غصة، وان الادمان دوت ليه نهاية، ويستطيع ان هو يبطل، ويستطيع ان ينتهي. استعن بالله ولا تعجز، مفيش عجز، يستعين بالله سبحانه وتعالى ويقوي ارادته، وياخد صحبة تستطيع ان هي تساعده على ده.